هذا سائل يقول: أرى بعض الناس يدعون عند بئر زمزم، فهل لهذا الفعل مزية؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدعى عند زمزم، هذا ما ورد فيه، ما هو موطن دعاء. زمزم للشرب، يشرب الإنسان ويدعو دعاء الشرب، دعاء الشرب، سواء شرب عند زمزم أو شرب ماء زمزم في أي مكان يدعو بالدعاء، يقول بسم الله في أول الشراب، وإن دعا وقال اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا وريا وشبعا. قد ورد شيء من هذا، الدعاء لماء زمزم خاصة، وإلا المشروع أنك تقول بسم الله وتشرب مثل غيره من المياه. نعم. وأما أنه يأتي ويدعو عند زمزم، هذا ما له أصل ولا دليل على هذا، بدعة.